مع اقتراب موعد إعلان أسعار بيع المحروقات لشهر آب المقبل، أظهرت أحدث نشرة أسبوعية استرشادية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ارتفاع معدل أسعار النفط برنت ومشتقاته خلال الأسابيع الثلاث الأولى من الشهر الحالي بنسب تراوحت بين 1.7% إلى 6.4% مقارنة مع معدل شهر حزيران الماضي. وبذلك فإن توقعات الخبراء تشير إلى ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 1.5% للسولار وقرابة 3% للبنزين بانتظار تغيرات الأسعار للأسبوع الحالي.